دلوقتي هنروح لليندا عشان تطمننا على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة بالتفصيل. اتفضلي ليندا. هو في انخفاضات زي ما قلنا من شوية يا شاذلي في درجات الحرارة عن امبارح، ولكن مازال الجو حر الصبح وبالليل هيكون مائل البرودة. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أنه النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون حر الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد. أما بالليل فهيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. النهاردة في نشاط للرياح على بعض المناطق وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. خلونا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على تفاصيل أكتر من دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل أهلا. يعني يا دكتور، مع الانخفاضات اللي بتشهدها البلاد النهاردة، عايزين حضرتك تطمنينا أكتر على حالة الطقس النهاردة. بالفعل يمكن درجات الحرارة اليوم هتنخفض عن الأمس بحوالي 7 لـ 8 درجات، لكن لازالت درجات الحرارة أعلى من المعدلات، وفي ارتفاع في درجات الحرارة تتجاوز الـ 32 درجة مئوية اليوم. والطقس خلال فترة النهار طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدل الحرارة على سواحلنا الشمالية، هيكون شديد الحرارة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. أما خلال فترات الليل هتبدأ كمان درجات الحرارة تنخفض ونسجل 17 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. متوقع خلال فترة الليل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء تكون أجواء مائلة للبرودة على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. هيكون الطقس معتدل الحرارة خلال فترة الليل على جنوب الصعيد. ايضا اليوم في فرص لسقوط الامطار، الامطار دي هتبقى امطار خفيفه، نسبه الحدوث لا تتجاوز ال 20% على مناطق متفرقه من سواحلنا الشماليه الغربيه زي مطروح والسلوم الاسكندريه، لكن زي ما بنقول هي يعني فرص الامطار ضعيفه جدا وبتكون على فترات متقطعه وغير مؤثره على اعمال الانشطه اليوميه. بالاضافه كمان ان اليوم هنشهد نشاط للرياح على سواحلنا الشماليه ومناطق من شمال الصعيد، يمكن ده يزود احساسنا بتلطيف الاجواء مقارنه بالامس، لكن الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره والتحسن في الاحوال الجويه هنبدا ان شاء الله نشهده من غدا الثلاثاء، يبقى في تحسن في الاحوال الجويه، انخفاض في درجات الحراره ملحوظه على كافه انحاء الجمهوريه، هنعود ثاني للاجواء الربيعيه المائله للحراره خلال فترات النهار، مائله للبروده يمكن كمان نوصل للبارده خلال فترات الليل، طبعا ده اعتبارا من يوم الثلاثاء، مع عوده نشاط الرياح اللي دايما بنشهده خلال فتره المساء وبيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره. طب يا دكتور، الانخفاضات دي مستمره معانا لحد امتى؟ هي طبعا انخفاض درجات الحراره ده هيستمر معانا لنهايات هذا الاسبوع ان شاء الله، يمكن كمان بدايه الاسبوع المقبل، متوسط درجات الحراره يكون ما بين 27 و 29 درجه مئويه، في بعض الايام هتنخفض ل 25 درجه مئويه. مستمرين لنهايه هذا الاسبوع في انخفاض درجات الحراره خلال فتره وخلال فترة الليل، وتحديدا نخلي بالنا من فترات الليل لان احنا نبدا نشعر تاني بالاجواء الباردة زي الاسبوع اللي فات بالظبط، اجواء باردة خلال فترات الليل، والصغرى هتنخفض ل 14 و15 درجة مئوية على القاهرة الكبرى يوم الاربعاء والخميس القادمين باذن الله. طب يا دكتور، هل هيكون في نسبة رطوبة الايام اللي جاية؟ في نسبة رطوبة في بعض الكتل الهوائية لسه قادمة من يعني بين وبين الشماليه الغربيه، ففي نسبه رطوبه النهارده هتزود احساسنا شويه بارتفاع درجات الحراره، وخلال الايام القادمه برضه بالفعل الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، يا اما كتل هوائيه شماليه غربيه او حتى شماليه شرقيه، ففي نسبه رطوبه الفتره القادمه، لكن في نشاط للرياح هيعمل على احساسنا بانخفاض درجات الحراره ومش هيبقى في تكون لاي شبوره مائيه باذن الله. شكرا يا دكتور منار. مشاهدينا كانت معنا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا خلونا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة، وهنبتديها كالعادة من القاهرة. بتسجل العظمى في القاهرة 33 والصغرى بتسجل 17، الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، مرسى مطروح العظمى 24 والصغرى 15، سيوة العظمى 22 والصغرى 14، بورسعيد العظمى 27 والصغرى 14، دمياط العظمى 32 والصغرى 18، الإسماعيلية العظمى 33 والصغرى 17، السويس العظمى 33 والصغرى بتسجل 17.
هنروح للعريش العظمى فيها 24 والصغرى 17، سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 15، طابة العظمى 35 والصغرى 20، شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 23، الغردقة العظمى 36 والصغرى 22، الفيوم العظمى 34 والصغرى 21، بني سويف العظمى 34 والصغرى 23، المنيا العظمى 37 والصغرى بتسجل 21. هنروح لأسيوط العظمى فيها 36 والصغرى 23، سوهاج العظمى 41 والصغرى 24، قنا العظمى 41 والصغرى 24، الأقصر العظمى 42 والصغرى 25، أسوان العظمى 43 والصغرى 26، الوادي الجديد العظمى 44 والصغرى 22، شلاتين العظمى 33 والصغرى 19، وأخيرا حلايب العظمى 30 والصغرى بتسجل 19. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لشاذلي وجمان عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.